قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. جاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. القبر، القبر، القبر هو أبدا ينتظر، غير متململ، وأنت أبدا متقدم إليه غير متأخر، غير متراجع، غير متراجع. القبر، القبر، وما أدراك ما القبر. وان لك ايها القبر، لا تزال، لا تفتأ تقول لكل انسان: تعال تعال. كل من يهرب من شيء يفر منه، ولكن من يهرب من القبر يقع فيه، وكأنما القارات الست قد حفت بقبر. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ستوضع في قبرك وحدك، وحدك، وحدك. آه، من أول ليلة في قبرك. سبت بيتك وسريرك وأبوك وأمك وزوجتك ولادك وحبايبك واصحابك. كان نفسي ننزل القبر وتشوفوا بعينيكم، تشوفوا شكل الموتى شكلهم ايه، تشوفوا شكل القبر من جوه عامل ازاي، لما تشموا ريحة القبر. واه لك أيها القبر، لا تزال تقول لكل إنسان: تعال. لك أيها القبر، لا تبرح كل الطرق تفضي إليك، فلا يقطع بأحد دونك، ولا يرجع من طريقك راجع. واه لك أيها القبر،
وحدك وحدك المساواة مساواة في القبر كل الناس سواء سبحان الله واها لك أيها القبر ما أنزلوا فيك قط ملكا عظامه من ذهب ما وضعوا فيك قط بطلا عضلاته من حديد ما دفنوا فيك قط أميرا جلده من حرير ولا وزيرا وجهه من حجر ما أداك قط غني في جوفه خزانة ولا فقير في داخله مخلة مخلة وهل لك أي القبر